ذاكرة وتاريخ الأمة هي في وثائقها وفي مكتبتها، ولو ما حافظناش عليها يبقى هنحافظ على إيه؟ وهو ده بالظبط فكرة ذاكرة مصر المعاصرة، وهو مشروع كبير جدا، موقع هنعرف عنه أكتر، بس مش بس هنعرف عنه، هنعرف كمان تحديدا عن سبب كلامنا عنه النهاردة، وهو الاحتفال بمئوية ميلاد جورج زيدان، وطبعا هو مؤسس دار الهلال، واللي بتنظم لها ذاكرة مصر المعاصرة احتفال خاص جدا. النهارده هيكون معانا وبيتكلم على هذا الموضوع الاستاذ الدكتور خالد عزب، المشرف على ذاكرة مصر المعاصرة. صباح الخير، صباح النور، ازي حضرتك؟ ازيك، اخبارك؟ طبعا يعني ناس كتير تعرف ذاكرة مصر المعاصرة وعارفين الموقع، بس ناس كتير برضه ما تعرفوش. قبل ما نخش تفاصيل الاحتفال النهارده، خلينا نتكلم على ذاكرة مصر المعاصرة بشكل عام. ذاكرة مصر المعاصرة هو موقع إلكتروني ضخم، جزء من مشروع الهدف منه توثيق تاريخ مصر في خلال القرنين 19 وال20 بصورة أساسية، واللحاق بما يمكن اللحاق به من وثائق أو صور أو كتب نادرة. بنعمل لها رقمنا وبنحطها على شبكة الإنترنت، وبنصدر مجلة كل 3 أشهر اسمها ذاكرة مصر المعاصرة متاحة للجمهور. بنصدر سلسلة من الكتب، بنعمل محاضرات وندوات، بننتج أفلام تسجيلية. فإحنا متعددي الأنشطة، والهدف من ده كله إن إحنا نوثق تاريخ مصر الاعتماد ده بيكون على ايه بالظبط؟ يعني المصادر؟ على مصادر متعددة. يعني أرشيفات الأسر المصرية مهمة جدا بالنسبة لنا، ما يوجد على الأرصفة في الشوارع مهم جدا بالنسبة لنا، الأرشيفات اللي خارج مصر مهمة، احنا جبنا وثائق من روسيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. عندنا الأفراد، الصحف، المجلات، الصور، الأفلام، كل ما يمكن أن تلمسه إيدينا من مواد قد تفيد في توثيق تاريخ مصر. وهي موجودة بصورة رقمية على الويب سايت أو على الموقع. طيب الصورة بقى الفعلية ليها، يعني الورقية ليها، بتبقى بتفضل بتحتفظ بيها مثلا صاحب الشأن، ولا بتبقى عندكم من الأصل، ولا؟ والله على حسب رغبة الأسرة أو الشخص أو الفرد. يعني في ناس بتهدينا الوثائق، في ناس بتحب تحتفظ بنسخ بوثائقها الأصلية، وإحنا بناخد نسخة رقمية بس. واللي عايز اطلع على هذه الوثائق يعني بشكلها الفعلي ممكن، كلها متاحة على الموقع الإلكتروني لا الذاكرة. غير موقع الكتروني مش اللي النسخه بيحب يطلع الرقميه. على الوثائق إحنا ما بنتيحهاش لأي حد خالص، لأن طبعا الوثيقة ذات قيمة عالية جدا. إذا كنت أنا بأتيحها لك على عبر شاشة الكمبيوتر خلاص، يعني ما الغرض انتفى من استخدام الوثيقة الأصلية. فإحنا بنحافظ على الوثيقة الأصلية في مكان آمن، بس يعني محافظ عليها وموجوده وتمام مرممة يعني. ومحافظ عليها في مكان آمن. تمام. هل عند حضرتك فكرة تقريبية أو إحصاء تقريبي بعدد الوثائق الموجودة في كل قسم؟ أولاً إيه الأقسام الموجودة في الويب سايت أو في الموقع؟ في وثائق، في صور، في أرشيف صحفي، في أفلام، في طوابع، في عملات، في أوسمة، في شخصيات، في مواد كتير. يعني الطوابع احنا اهتمينا بيها، تاريخ النقود اهتمينا بيه، كل ما هو كان على أرض مصر في القرن 19 و20 هو شيء مهم بالنسبة لنا أيا كان، حتى تاريخ الفلاح أو شهادة ميلاد فلاح في قرية أو نجع في الصعيد المصري. هل في إحصاء بعدد الوثائق الموجودة والمخطوطات الموجودة في على الويب سايت؟ عندنا حوالي 22,000 وثيقة على الويب سايت حاليا، لكن احنا بنطمح ان احنا في خلال 3 سنوات من النهاردة نوصل 60,000 وثيقة، وعندنا ما يساعد على ذلك. طيب خلينا نتكلم بقى عن الكلام النهاردة أو عن احتفالية دار الهلال، مؤسسة صحفية عريقة جدا. ده جزء من مشروع ضخم ضمن ذاكرة مصر المعاصرة لتوثيق تاريخ الصحافة المصرية. احنا عندنا الصحافة المصرية بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر، واستمرت بعد ذلك في عصر محمد علي عن طريق الوقائع المصرية، ثم تطورت الصحافة المصرية في عهد إسماعيل، انفتحت انفتاح كبير جدا، وكانت هجرة الشوام إلى مصر نقطة فاصلة. جورج زيدان أول ما جه مصر الناس ما تعرفش إن هو جه مصر وكان سالف 6 جنيه من لبنان عشان يتعلم الطب في طب القصر العيني. لما جه مصر وجد مجتمع مختلف، فعمل في الصحافة، ثم رجع تاني للبنان اتعلم العبراني، عبري وسرياني، ثم رجع مصر عشان يأسس مجلة الهلال 1892. الهلال في الفترة دي كانت نقطة تحول في تاريخ الصحافة الثقافية في مصر، لأن قبل كده كانت الصحافة بتهتم بالأدب بس، لكن الهلال كانت أول فكرة لمجلة ثقافية شاملة في تاريخ مصر، ومن هنا جاء نجاح الهلال كمجلة. وصدرت عنها كمان مجلات أخرى يعني صدر عنها حاجات كتير، غيرت شكل الصحافة، الكواكب مثلا، الصحافة الفنية. لكن النقلة النوعية كانت في بداية المصور 1924، أول طبعا مجلة مصورة في تاريخ مصر، طبعا إيميل وشكري زيدان طلعوها،
وكانت بتمثل نقلة نوعية. الكواكب جت ملحق على على المصور، ثم ثم استقلت، اصبحت ثم كل شيء والدنيا. في كبار، يعني كبار الكتاب، يعني محمد التبعي كان في المصور، في يعني مصطفى امين اسامي، وعلي مصطفى امين امين بدأوا في وعلي دار امين الهلال، طبعا احمد بهاء الدين عمل في دار الهلال، يوسف صحيح. السباعي بدأ نشر قصصه في دار الهلال، محمد حسين هيكل، كتاب الهلال، كتاب الهلال، روايات كتاب الهلال الهلال ده اللي دي بدأت شكلت 1894. بالظبط 1894 كانت بداية روايات الهلال، وكان فكرتها الأساسية قايمة إن في الفترة دي كان بيترجم الموسف من الأدب الغربي في مصر. لكن جورج زيدان 1894 بدأ في ترجمة ما هو ذا قيمة من الأدب الغربي إلى اللغة العربية، وده كان سبب نقلة نوعية في فهم المصريين للأدب الغربي ورائع الأدب الغربي. في مكتب، يعني في أجيال نشأت وكونت ثقافتها من كتاب الهلال أو من روايات الهلال، من روايات ومكتبتها الهلال كلها من روايات وكتاب الهلال الهلال، فعلا وخلي بال حضرتك مجلة الهلال شكلت جزء كبير من الوعي العربي المعاصر. طبعا. يعني عشان حضرتك تكون عارف، كل الكتاب الكبار بدأوا مع مجلة الهلال، حسين فوزي، طه حسين، صحيح. يوسف السباعي، محمد حسين هيكل، المزني وغيرهم بدأوا مع مجلة الهلال. طه حسين كتب حوالي 70 مقالة في مجلة الهلال، صدرت سنة 66 في عدد خاص مجمعة من مجلة الهلال. يا ريت مؤسسة دار الهلال تعيد نشرها مرة تانية، لكن احنا مشروع توثيق دار الهلال شامل توثيق تاريخ المؤسسة وإصداراتها. تمام، احنا نقدر كل نتفرج على إصداراتها. الشاشة على إصدارات دار الهلال تمام. الأولانية الاتنين، والمصور والهلال والكواكب وكل شيء والدنيا والفكاهة. في إصدارات من الهلال اختفت دلوقتي، سندباد، مجلة السندباد، الأطفال طبعا. ميكي وسمير، وكتاب ميكي الجيب، وغيرها من الإصدارات اللي طلعت في الهلال. احنا الجديد ان ايميل زيدان، وهو حفيد جورج زيدان ويعيش في الولايات المتحده الامريكيه، اهدانا مجموعه من الوثائق النادره الخاصه بمؤسسه دار الهلال، واحنا بنمتلك في مكتبه اسكندريه مجموعه نادره من وثائق مؤسسه دار الهلال اللي هل بتعرف هيكون لتاريخ في مصر. سكشن خاص او يعني قسم خاص لدار الهلال على موقع ذاكرة مصر المعاصرة، ولا هيكون ضمن الصحافة لا، او موجود ضمن مشروع توثيق الصحافه المصريه كل ما يتعلق بمؤسسة دار الهلال، الصور والوثائق وكذلك بعض الأشياء النادرة اللي موجودة في مؤسسة دار الهلال. احنا بقى شايفين دلوقتي زي حضرتك بتتكلم أحد السكان أعداد كوبيز من المصور المصور. ده الملك فاروق على فكرة بيشاهد عرض عسكري من المنظار، ودي من الصور النادرة للملك فاروق على فكرة. صحيح. وده كان سنة كام؟ أو دي أعداد أولانية لدار من الأعداد المصور. الأولى من المصور دي في الثلاثينيات، أواخر المصور كانت الثلاثينيات. فكرتها زي المجلات الأجنبية زي هالو وغيرها، اللي هي المجلات اللي بتعتمد على الصور. صور بصورة أساسية، كان في الفترة دي الصورة مش منتشرة في الصحافة، لكن دخلت الصورة الصحافة وبدأنا نشاهد كتير من الصور. ده سعد زغلول على أحد أغلفة المصور، ده تمثال نهضة مصر في صورته الأولى لمحمود مختار قبل ما يتعمل التمثال الكبير اللي محطوط في الجيزة. فنقدر كمان نأرخ من المصور جزء من تاريخ مصر، جزء كبير جدا من تاريخ تاريخ مصر، مصر، يعني يعني إن جزء أساسي. دي بنسميها إحنا في علمنا الذاكرة الحية، كل ذاكرة لا تموت. صحيح صور الأحداث والعائلة المالكة والزيجات الملكية، زيجة الأميرة فوزية أو الملكة الإمبراطورة فوزية موجودة في المصور في أعداد موجودة في مهمة عدد جدا خاص طبعا. من المصور، وثمنه غالي جدا مش موجود. يعني احنا بنتكلم على عدد بيساوي حوالي 12,000 جنيه. جمال عبد الناصر، جمال عبد الناصر ده عدد خاص من المصور كتب فيه أنور السادات ومجلس قيادة الثورة عن وفاة جمال عبد الناصر، والتاني ده عدد خاص من المصور عن وفاة الرئيس السادات. فالمصور أرشيف الوطن في هذا الموضوع بصورة أساسية. صحيح. هل هيكون في شكل خاص يعني للاحتفال بمئة عام على ميلاد جورجي أو جورجي زيدان، ولا هيكون بس مجرد عن طريق الويب سايت؟ لا، في بيت السناري في السيدة زينب النهاردة الساعة 6 مساء، احنا بندعو الجمهور كله ان هو يشرفنا في كتاب الهلال والمصور ومثقفي مصر مدعوين للاحتفاء بدار الهلال. هيكون في معرض في مجموعة من الصور والوثائق النادرة لمؤسسة دار الهلال، هيكون في عرض لمشروع رقمنة مجلة الهلال، احنا اتحناها على دي في ديز متاحة للجمهور دلوقتي، 100 سنة من مجلة الهلال متاحة كاملة. هيكون في عرض لمشروع توثيق دار الهلال كامل، هيكون في مناقشات حوالين تاريخ المؤسسة ومستقبلها. طب هو حاضر بالظبط، هو ما هو حاضر مؤسسة الهلال دلوقتي حاليا؟ هي تعتبر مؤسسة حكومية تم تأميمها ولا لسه؟ يعني ايه اللي أممت بيحصل؟ أممت، أممت ثم ماذا؟ وما زالت تصدر بقوة الدفع الذاتية من العاملين فيه، لأن الإدارة الحالية للمؤسسة ورثت تركة ثقيلة جدا من الديون تعوق عمل المؤسسة في المرحلة الراهنة.
وبالتالي وبالتالي نحن نضع مستقبل مؤسس دار الهلال على المحك عند المصريين. هل ممكن، يعني انا عارف ان في اصدارات دار الهلال اللي هي زي ميكي وكده ما بقتش اصدارات دار الهلال، خلاص راحت لمؤسسه اخرى، وتم يعني سحب اللايسنس، تم ترخيص، سحب ترخيص ميكي وميكي جيب والكلام ده كله بس لمؤسسه اخرى، احنا لصالح مؤسسه محتاجين اخرى. نتكلم عن، فده يعني انا بقول من ضمن يعني، ودي لا كانت مصدر بس هو مورد رزق مهم يعني. من يعملون في مؤسسة دار الهلال يكافحون كل شهر من أجل أن تستمر هذه المؤسسة في العمل. دي مجلة الفكاهة على فكرة، دي خلاص ما عادتش بتصدر صحيح. خلاص، ودي من نوادر الأعداد. كانت مجلة خاصة بالكوميديا يعني، مش فكاهة؟ بالفكاهة. الاتنين دي رأسها مصطفى أمين في بدايات حياته قبل ما يعمل أخبار اليوم، وراهن إيميل زيدان إن هيرفع توزيعها وياخد نسبة من زيادة التوزيع. فاكتشف فجأة إن توزيعها زاد بصورة رهيبة جدا، ومرتبه بقى أعلى من كل الناس اللي جوه كانت المؤسسة. مجلة أسبوعية، كان مجلة وكانت أسبوعية. كانت طبيعتها إيه؟ بتجمع ما بين الفكاهة والجد والهزل. يعني احنا بس عايزين نرجع، لا بعد اذنكم انا عايز ارجع بالسلايد شو للسلايد اللي قبلها لو كان ممكن، ولا لو صعب ما اعرفش. المهم طيب هنا الاثنين ينفع، برضو، استنوا خلاص بقى واضح ان احنا مش عارفين يعني. الاثنين الاثنين برضو اوكي. بالظبط. فاحنا النهارده بنتكلم على حال دار الهلال حاليا، واللي فيها مشاكل كتيره جدا ومحتاجه يكون فيها اهتمام او دعم او ايا كان، محتاجة دعم الدولة، دعم الدوله، وهي لا تدعم من الدولة أصلا. بتدعم على بسيط، لكن محتاجين ان احنا نناقش مشكلات ديون مؤسسة الهلال الموروثة عن الإدارة السابقة. أكيد ده موضوع مهم وجدير حضرتك احنا بالكلام حاليا. نمتلك في مصر أقدم مجلة ثقافية في الوطن العربي اللي صح هي الهلال، صحيح. نمتلك مؤسسة لديها رصيد ضخم من الإنجازات، ونمتلك إدارة جيدة في المرحلة الراهنة للمؤسسة. مطلوب دعم المؤسسة والإدارة لكي تقوم هذه المؤسسة مرة تانية على قدميها. على فكرة أرشيف الصور في دار الهلال من أفضل أرشيفات الصور في الشرق الأوسط. لو حضرتك تتخيل مثلا من نوادر الصور في دار الهلال صور الثورة العربية. هايل. وده موجود، هيكون متاح عبر الويب سايت او عبر الموقع. لا، لأن الصور دي مملوكة لدار الهلال، فبالتالي إحنا لا نملك عرضها على ذاكرة مصر المعاصرة. انا عايز إحنا افهم بقى بنساعد القصه دي دلوقتي. مؤسسة دار الهلال في رقمنة أرشيف الصور بتاعها طيب للحفاظ على هذا الأرشيف والاحتفاظ طب ما هو بنسخة مش ده ارشيف احتياطية. الصور؟ لا، في الصور دي مملوكة للمؤسسة، أنا لا أستطيع التصرف فيها. لا انا مش فاهم اول نقطه دي. دلوقتي احنا بنعمل في رقمنه ملكية، لارشيف صور الهلال، بس بس الصور الملكية الفكرية لمؤسسة دار الهلال. ماشي، بس انا عايز اطلع على الصور دي اونلاين. تروح دار الهلال، مش هيتاح خارج دار الهلال. ده على فكرة على مستوى العالم نفس النظام، مش دار الهلال بس. يعني هل في صور معينه هي اللي هتكون متاحه اونلاين مش كل لا المكتبه؟ لا، طب ما انا برضه مش فاهم، امال احنا بنعمل لها، انا مش فاهم دلوقتي بنعمل لها ديجيتالايزنج عشان ما يحصلش اللي حصل في المجمع العلمي المصري. تمام. يعني حضرتك عشان تكون عارف، في ذاكرة مصر المعاصرة ما يتاح من صور هو ما نمتلكه، نمتلك حقوق ملكيته الفكرية لذاكرة مصر المعاصرة. تمام. ما هو غير متاح لنا استخدامه لازم تاخد موافقة كتابية، فهو مملوك لمؤسسة زي دار الهلال. حلو. دار الهلال بتمتلك أفضل أرشيف صور في الشرق الأوسط. تمام. هذا الأرشيف بتقوم دار الهلال بتسويه والاستفادة منه. تمام. فبالتالي أنا ما أقدرش أحرم دار الهلال من الاستفادة من أرشيف الصور الخاص بيها، بس أقدر أساعدها ضمن مشروع وطني إحنا بنعمله لرقمنة تراث مصر أيا كان، وهذا مشروع تطوعي من مكتبة اسكندرية بس هذه الرقمنة لا تعني وجودها أو إتاحتها على أونلاين. شبكة الإنترنت. إحنا يعني ده شيء بالرقمنة، وده شيء، لمؤسسة دار الهلال، وتحتفظ بيها بقى في مكتبتها وتعمل بيها اللي هي عايزاه. وبناخد نسخة احتياطية عندنا بحيث لا قدر الله لو حصل زي ما حصل في المجمع العلمي المصري أستطيع أن أرد لدار الهلال جزء أرشيفها مرة تانية. كده بقى وضحت. طيب الكواكب، شايفين الكواكب وشايفين صور برضو ستيلز من الكواكب. دي صباح صباح أول طبعا ما ظهرت. طبعا. يعني هو فعلا زي ما حضرتك قلت، هو التاريخ مصر، هو تاريخ مصر هو مرحلة كله. مهمة جدا يعني، الأربعينيات والخمسينات دي من أوائل أعداد حواء، كان حواء. اسمها حواء الجديدة أيامها، سنة 55 صدرت، وكانت أغلفتها محببة جدا للناس. مميز جدا في درجة انها كانت بتقدم كل يعني كل اهتمامات الأسرة يعني، يعني من سياسة ومن على فكرة دار الهلال مؤسسة نوعية عكس الأهرام والأخبار والجمهورية. دار الهلال قامت، الهلال قامت منذ بدايتها على إنها مؤسسة للتثقيف العام.
خلي بال حضرتك، الصحافة والإعلام في بداية أواخر القرن 19 أوائل القرن العشرين لعبوا دور مهم جدا في تثقيف الشعب المصري. فكان الشعب المصري حصلت له نقلة نوعية مع الصحافة، نتيجة إن كانوا بيعلموا الناس الإتيكيت، بيعلموا الناس فنون الحياكة، بيعلموا الناس الجديد في العلم، بينشروا ما بين الناس الثقافة، بيعملوا بريدج ما بين الثقافة الشرقية والغربية، يعني بيصيروا مناقشات وحوارات راقية جدا. هاك لو شفت المناقشات على صفحات الهلال والمصور والكواكب وغيرها هتلاقي المناقشات في غاية الرقي، كانش فيها إسفاف أو تطاول أو خروج عن الحدود. فبالتالي هذه الصحافة لعبت دور مهم جدا في خلق وعي ناضج لدى الشعب المصري. أكيد. إيه هي مشاريع أو الخطط لمذاكرة مصر المعاصرة في المرحلة اللي جاية؟ احنا دلوقتي بنوثق ما اندثر من الصحافة المصرية، ما توقف من الصحافة المصرية في القرن 19. يعني أبو نضارة شغالين عليها حاليا، هتخلص قريب. أبو نضارة أبو دي نضارة إيه حكايتها؟ بتاعت دي صدرت مجلة فكاهية وكانت بتصدر من خديوي إسماعيل و بتصدر من الخديوي إسماعيل؟ ضد خديوي ضد إسماعيل. الخديوي إسماعيل، أوكي. ودي بنوثقها حاليا، عندنا كل أعدادها في مكتبة اسكندرية. بنوثق كل الصحف والمجلات اللي توقفت زي المصري بمبادرة من أستاذ محمد أبو الفتح، سلم لنا كل أعدادها كاملة، فبنوثقها حاليا بنرقمنها. وعندنا أخبار اليوم خلصناها، شغالين في الأهرام ومؤسسة دار التحرير اللي هي الجمهورية وغيرها. طيب، أي من السادة المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اللي عندهم في مكتبتهم حاجات ممكن يقدموها، هم ممكن يكونوا تعرف ثقافتنا يعني يخافوا على الحاجه ويقول لك ما اضمنش وما ترجعش والكلام تتبهدل والكلام ده كله. ممكن نوجه دعوه للساده المشاهدين عشان احنا بنساهم في تاريخ مصر يا زي ما ريت. احنا بنقول، وضمانه ايه ان هي حاجاتهم هتبقى سليمه ومحترمه والكلام ده اولا كله. هو بيعمل مع مؤسسه مش مع افراد، احنا تمام. مكتبه اسكندريه، فبالتالي التعامل مع المؤسسه افضل من التعامل مع الافراد. ثانيا احنا بنستلم باوراق وبنسلم باوراق، مش بنستلم كده. ثالثا احنا لنا تجارب سابقه، يعني احنا خدنا ارشيف اسره محمد باشا محمود، وده ارشيف غني وثري ومن اغنى الارشيفات المصريه. فبالتالي من التجارب الناس عارفه ان احنا كل تجربه بتجيب لنا تجربه ناس اكتر واكتر، وجالنا ناس متطوعين كتير ادونا مواد نادره، بس احنا بنناشد بصوره خاصه الناس في ريف مصر. الناس في ريف مصر، الاسر والعائلات في ريف مصر. في ريف مصر، اوكي. الريف المصري ايوه، احنا مهتمين بتوثيقه في الفتره القادمه. هايل. وفي عائلات كبيره في كمان عائلات تمتلك صور، تمتلك شهادات ميلاد، تمتلك شهادات تخرج، حجج ومش عارف حجج، ايه. اي شيء لدى هذه العائلات مهم. يخاطبوا مين؟ يخاطبوا مكتبه اسكندريه ذاكره مصر المعاصره او بيت السناري في السيده زينب، احنا فاتحين 24 ساعه. اوكي. طيب، وحضرتك قلت في الاول ان في اختيار، يا اخلي الحاجه عندي بس تاخدوا منها كوبي سكان وترجعوها لي تاني، يا اقول لكم انا هديها لكم ومش عايزها تاني وشكرا مش لان هاجي. احنا كمان بنحضر لمشروع متحف ذاكره مصر المعاصره. تمام. فبالتالي ده اختياري انا الشخصي، ده لو انا اختيار مش حابب شخصي، ان انا بس يعني حابب ان انا يعني اتبرع بالدوت، خلي بال لكن حضرتك اختار. الاجيال الجديده ما تعرفش قيمه الحاجه زي الاجيال اللي قبل، لان صحيح. الارتباط العاطفي هنا بيخلي الابن يحتفظ بحاجه الاب، او الحفيد يحتفظ بحاجه الجد، لكن حفيد الحفيد ما بيبقاش الارتباط قوي قوي. يعني ده احنا بس اشترينا، ارجع اقول تاني ده انا عايز اختيار اقول لحضرتك احنا اشترينا من على الرصيف حاجات لا تخطر على البال. اكيد، انا متخيل يعني الواحد يعني لو ننزل مزاد ولا ننزل محل انتيكات ولا كده هيلاقي كوارث حاجات يعني. لا حل لها. صحيح، مظبوط جدا. دي دعوه لكل الساده المشاهدين سواء في مصر او في العالم العربي او حتى في اوروبا اللي عندهم مقتنيات وعندهم ارشيف لمصر، اعتقد ان ذاكره مصر المعاصره اولى ومهم جدا تبقى محتفظه بالحاجات دي لاجيال واجيال جايه. خصوصا في دمياط، نجع حمادي، اي حته في مصر. دكتور خالد عزب المشرف على ذاكره مصر المعاصره، ان شاء الله يكون النهارده الاحتفال الساعه 6 في بيت السناري في السيده زينب ان شاء لدار الله الهلال. دعوه طبعا لكل الساده المشاهدين. مين هيكون موجود سريعا جدا دكتور خالد؟ كتاب ومفكرين ومثقفين وادباء، يعني وجمهور عادي كمان وشباب. احنا عاملين دعوه مفتوحه لاي حد يشرفنا ويشاركنا في الاحتفال. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا.